مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشر معكم من منطقة درب عمر، واحد المقر تابع لوزارة الصحة كما كتلاحظوا، تابع البناية تابعة للعدل الفرنسي، يعني واحد الإهمال ديال هذا المقر، فيه كبات وحدها متشردين، فيه وحدها الناس أي واحد كيقضي الحاجة ديالو على برا. هانتوما أمامكم النوافذ ديالو فيهم قنينات الخمر، يعني شوفوا لتحت الارض ديالنا، الكاف ديالو في شي حوايج خطيرين كما كتلاحظوا. شوف انتم يعني اللي كيجي كيقضي الحاجه ديالو هنا، يعني واحد الاهمال وصل لهاد المقر ديال وزاره الصحه، راه حشومه وعيب وخي تسد، ما يبقاش خصو ضروري الانسان او مسؤولين التافتوا بحال هاد المعالم. هادي معلمه اثريه ديال البنايه تابعه للفرنسي ودارت فيها مقر ديال وزاره الصحه، اللي كما كتلاحظوا ملي كانت الجائحه ديال الكورونا هنا، فين كان التلقيح وكان كي يعني الستوك ديال التلقيح. هذا مقر ديال وزارة الصحة العمومية. شوفوا الشكل ديالها تبارك الله زوين. عزك الله. كما كتلاحظوا يعني نقل تهمل لحد الدرجه، ما تتصورش يعني بدا كيقضي حتى الحاجه ديالو، كي اللي سالا ماشي يعني شي قنينه ديال الخمر تيلوحهم هنا. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي البث، والى اللقاء.